الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط مواد طبية ومحاليل مختبرية مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد في منفذ ميناء أم القصر. هيئة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم القصر أعلنت ضبطها برادا محملا بتلك المواد ضمن إجراءات الكشف والتدقيق، ولوحظ ارتفاع درجة حرارة حيث بلغت 32 درجة مئوية، فيما أن المواد المحملة تتحمل درجة حرارة 8 درجات مئوية كحد أقصى حسب الموسوم على الغلاف الخارجي للمواد، وهو ما جعلها قابلة للتلف وتؤثر على الصحة وسلامة المواطنين. قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن العراق يعاني من سياسة مالية يشوبها الكثير من الأخطاء، من ضمنها الانخفاض في قيمة الدينار العراقي. عضوة اللجنة ندى شاكر جودة أكدت أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار تلك الأخطاء، خصوصا بعد استقرار أسعار النفط، فيما شددت على وجوب عودة الأمور إلى طبيعتها السابقة وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفها ذلك الوباء. أفادت مصادر حكومية في العراق بأن كمية المبالغ الداخلة للبلاد بالعملة الأجنبية الدولار لا تمثل رقماً بالمعادلة المالية والاقتصادية العراقية لضآلتها. وأوضحت تلك المصادر أن التحويلات من المغتربين للدول العربية تعد أحد جدران الصد أمام تهاوي احتياطات النقد الأجنبي في ظل تهاوي الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط وانتكاس أنشطة السياحة بفعل جائحة كورونا وتراجع الاستثمارات الأجنبية والخدمات وصادرات الطاقة. وحسب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي وعدد من البنوك المركزية العربية، فقد شهدت تحويلات المغتربين زيادة خلال فترة جائحة كورونا، وحدث ذلك في مصر وتونس والمغرب ولبنان والسودان والجزائر وغيرها، إلا أن الأمر لا ينطبق على العراق. أعلنت الحكومة الأردنية انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود إن الحكومة لن تقوم بمنح العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة فرصة أخرى لتصويب أوضاعهم، وذلك بعد انتهاء المهلة الحالية. وأضاف أن حوالي 90,000 عامل معظمهم من الجنسية المصرية قاموا بتصويب أوضاعهم وقوننتها حتى مساء الثلاثاء الماضي، ولفت إلى أنه تم منح العمال الوافدين المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح عمل أو لم يقوموا بتجديدها عدة فرص لتصويب أوضاعهم. أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن بلاده تستهدف تحقيق فائض في الميزان التجاري اعتبارا من العام المقبل. وقال موش أن تركيا حققت شروط الاستقرار اللازمة من أجل الانتقال من العجل في ميزان التجارة إلى الفائض، ولفت إلى أن التقلبات في المؤشرات التجارية في المستقبل ستكون أقل بكثير مما هي عليه الآن، وأشار إلى أن بلاده تعد الأولى أو الثانية عالميا من حيث التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا. تراجعت تجارة التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 2.3% خلال شهر تموز الماضي، مقابل نمو بنسبة 1.8% في حزيران السابق له. ووفق بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء، تراجعت أيضا تجارة التجزئة في مجمل الاتحاد الأوروبي ل 27 دولة ب 1.9% في تموز عام 2021، مقابل نمو بنسبة 1.4% في حزيران عام 2021. ويأتي هذا التراجع بعد نمو خلال شهري أيار وحزيران الماضيين. ختام الموجز، إلى اللقاء.